1986 وفي قصره وسط دمشق تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئنا للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا. ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثلما هو عظيم على مر التاريخ. في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي. عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران. إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلا موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية. وفق الرواية السورية الموجودة يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعا بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميل مسؤولية الحرب. حافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمم عند هذه النقطة.
رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ صالح عزيز والأستاذ فاروق الشرع. لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخا طويلا من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية وكلاهما حمل لقب الزعيم الدكتاتور الذي يخشاه الناس. صير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد، ما هو يعني هو ده كان جوابي مش جواب سيد. الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد. في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء، لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر. نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني أمة، نعني جماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته. جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37
ولد صدام حسين المجيد الذي سيشق طريقه سريعا إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملا قويا للتغلب على وضعهم الهامشي. أعتقد أن الشخصية لعبت دورا كبيرا في العداء بين الرجلين. كلاهما كان قاسيا وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سببا في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعبا للغاية. الحمد لله، الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة. مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب. فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكر في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلا. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية. وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد، وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا. كان الجيش السوري مسيسا ومليئا بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة، يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين، أيضا ما فيهم بعض السوريين، بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر، إلى الجيش الثاني، إلى الجيش الثاني في مصر أو في الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين، كانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة، وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء، أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة
حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية، وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي، حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد حالة هؤلاء الضباط، هذا الكبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلها، يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم، يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين، الثاني إلى كذا، الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963. انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق، لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم، أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد، انقلاب دموي في 8 من شباط فبراير عام 63. انقضى البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 من أذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي، وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين، وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته، فانحسر المجال العام برمته. عملياً الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق، وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر، كانت هي آخر حكومات خالد العظم، وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط، ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري، قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وعساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة، ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية، ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حرصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم. ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة.
أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام لكن على حساب سلطات الرئيس. There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein. كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد. For instance, a merger of the security services, it would be relinquishing power. لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين: بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي. Former Secretary General Michel Aflaq. الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب، رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي. على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزيا، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي. الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان وأطلق على البعث الأصلي، إذا جاز استخدام هذا التعبير، اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966. عام 70 تحديدا في تشرين الأول أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
حافظ الأسد was a very cautious man in many ways. And he كان حافظ الأسد رجلا حذرا للغاية من نواح عديدة. وكان يعتقد أن الآخرين ولسيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيرا مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسيا محافظا. خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائما على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلا في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات. حرب 73، فصل آخر في معركة البعثين. منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين. فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق. And it's interesting to note that in 1973 من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه، أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيرا إلى دمشق لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية. للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم. قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيرا متسائلا عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفا من قيامها بانقلاب على النظام السوري. لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق كان بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق،
ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتسددها في دمشق. لم يلعب العراق دورا مركزيا في حرب 1973. لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغبا في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقا بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك. في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام. في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد، فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً، ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة، ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما. يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرعين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص. عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك. النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا
والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين. إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر. ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي. أولا يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلا يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد الصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا. يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق. اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع. المبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية. قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثياً عراقياً بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماماً لا يهب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث. اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد مع الأسف. مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل
أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي. خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلا بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمرا في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجر التحقق من وجودها أصلا، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل. انفرد صدام بحكم العراق مانحا لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره. يا صبحة هات الصينية وفد الشاي لك ودية. فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدة صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد. سيدي مكالمة الرئيس صدام. سيدي مكالمة الرئيس السوري. فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها. سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا؟ لك هذا السادات ما حب يخبرك. قال ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا كل جيشك صفر سوريا. شو رأيك ننسق المواقف أنا وياه؟ ننسق أنا وإنت؟ إيه. انت اللي نسقت مع روحك تقوم على روحك، يعني قصدك نوحد القطرين؟ ايه نوحد القطرين. مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين؟ ها شلون سموا هالثعلب اسد مدري. لم يمض الكثير من الوقت حتى ادرك الطرفان ان الطعنات الداخلية ستكون اعمق واقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف الرئيس العراقي السابق جلال طالباني أسرارا مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة. كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارض للمبادئ اللي بيحكي فيها. شو العلاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وبتعطيهم زعامة وبتدفع لهم مشكل مساعدات هائلة بالعراق، نكاية عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
عام 79 مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه. يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني إحدى الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية. تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟ الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، و أنه يجب أن نشجع الحلول الوسطاء، الحلول السلمية، سواء بعثات الأمم المتحدة أو البعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي. وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق، في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق، أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني. ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. ثماني سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. ورداً على الإجراءات السورية تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقباً لمواجهة عسكرية. حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها.
لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور. حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس، لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها. العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا، الذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويت إن لم يصلحوا الأمور فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها. في 2 آب أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت. أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي. حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003. هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذرا ومتريثا. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84 قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال. هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي يسلم. وخلال
خلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام معها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكما. كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا. وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.